يقوم الرئيس الأمريكي مشاهدينا الكرام بالوقوف دقيقة صمت حدادا وإيقاد للشموع لاقتراب وصول أعداد الوفيات من الأمريكيين جراء الإصابة بالفيروس إلى 500 ألف حالة كما ذكر لنا الزميل كريم يسري. ياسر من نيويورك بيطلعنا على مزيد أيضا من التفاصيل حول هذه الجزئية والمعلومة وأوضاع كورونا بشكل عام. ياسر تفضل. بالضبط إيمان، كما تفضلت بالأمس قالت جامعة جونز هوبكنز بأن الأعداد وصلت بالأمس إلى 498 ألف حالة وفاة وتقترب لعدد 500 ألف حالة وفاة. فوتشي قال في هذا الأمر بأنه أمر مريع ومرعب للغاية، وقال بأن هذا الأمر منذ أكثر من 100 عام لم تصل الولايات المتحدة الأمريكية لمثل هذه الأعداد، أعداد الوفيات منذ العام 1948. وقال أيضا بأنه منذ أن كانت أول حالة وفاة إيمان في 29 من فبراير عام 2020، لكن الوفيات وصلت لهذا الأمر. ولكنه أيضا قال بحلول أعياد الميلاد سوف تتحسن الأمور، وأنه يتفق تمام الاتفاق مع الرئيس جو بايدن بأن الأمور سوف تعود إلى طبيعتها. ولكن الخبير أيضا في مجال الأوبئة وكلية الطب جامعة جونز هوبكنز هو مارتي ماكاري قال بأنه قد يختفي هذا الفيروس تماما من الولايات المتحدة الأمريكية بحلول إبريل من العام القادم، وبالتالي كل الإجراءات التي تفضلت أن ذكرتها وأيضا زميلي كريم يسري منذ هذه 100 يوم والتي سوف تنتهي في 29 من إبريل القادم أتت بثمارها. وأيضا كما قالت إيمان جين ساكي وهي المتحدثة للبيت الأبيض قالت بأن الخطة النوعية التي ذهبت إلى الأرياف وذهبت إلى المناطق البعيدة كان لها أبلغ الأثر في ذلك. وأيضا كما قال فوتشي بأن ارتداء كمامتين والتزام المواطنين، كل هذه الأمور قد أوصل انخفاض الأعداد على الرغم من وصول أعداد الإصابات إلى 28 مليون حالة، ولكن الأمور تتحسن، ويعني الأمل يقترب من أن يعني يذهب هذا الوباء الذي أثر كثيرا على حال الأمريكيين، حيث أن هناك الآن حوالي 20 مليون مواطن أمريكي يعيشون على إعانة البطالة المقدمة من الحكومة الأمريكية.